موضوع حلقة اليوم موضوع ياسر شيق. ثقفت برشا وعرفت الكثير من الأشياء، وأنا قاعد نبحث في الموضوع. ملي نحن صغار وديما نقولوا كلمة اسماء السابعة، يعني حتى في ثقافتنا اللغوية كلمة ديما نقولها، ونعرفوا زادها اللي ربي سبحانه موجود في السماء السابعة. لكن اللي ما نعرفوش هو أنه بغض النظر هو أنه فما سبع سماوات، هناك كذلك سبع أراضي. نعم سبع أراضين وسبع سماوات، لكن وينهم الأراضي هذوما؟ وين موجودين؟ علاش ما نعرف عليهم حتى شيء؟ هل أنه موجودين في أماكن أخرى في الفضاء الخارجي؟ أو أنه موجودين في أماكن على وجه الأرض؟ أو خليني نقول بالأحرى في باطن الأرض. سؤال إلى يومنا هذا مارين عليه حتى شيء وما نعرفوش عليه الكثير. لكن في الحلقة هذه باش نطرقوا الكثير من القرآن الكريم وكذلك باللي يعرفوا العلم على كوكبنا كوكب الأرض. في قديم الزمان الكثير من الناس كانت تحكي على الحكاية هذه، إنه فما سبع سماوات وفما كذلك سبع أراضين. الكثير زاد يقولوا إنه الأراضي هذه موجودين في باطن الأرض، يعني على شكل طبقات الواحدة تلو الأخرى. وفما اللي يقول سبع أراضي، يعني سبعة كواكب أخرى موجودين في الفضاء، يعني كواكب بعض على بعضهم ولكل واحدة اسماء متاحة. هذوما باش يفسروا به مقولة سبع سماوات وسبع أراضي. لكن هنا فما الكثير من الآراء والفتن، الكثير من الأشياء خرجت من العباد، كل واحد في شحكي وكل واحد فاش يفسر حسب الديانة متاعه. لكن إذا كان نطرقوا القرآن الكريم نلقاو أنه فما التأكيد متاع وجود سبع سماوات والسبع أراضين. سبع سماوات تم ذكرها في العديد من المرات في رحلة الإسراء والمعراج، لكن سبع أراضي كان هناك العديد من الصور ومن الآيات اللي تحكي على الحاجة هذه. لكن هنا علماء الدين كانوا ديما يختلفوا على الحاجة هذه وشنو المقصود وراها، لكن تبين الأحاديث النبوية الشريفة بالفعل وجود سبعة أراضين. ولهنا يختلف تفسير الدكاترة على موقع الأراضين السبعة هذم وينهم وين موجودين. لكن خليني نقول لك شنو الموجود قبل. روي على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قال: لو أن السماوات السبع وعميرهن والأراضين السبع جعلنا في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بها لا إله إلا الله. الحديث هذه تقالت لتعظيم الله سبحانه، في نفس الوقت إنها تثبت وجود سبعة أراضين. وفي القرآن الكريم لقوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله أحاط بكل شيء علما. لكن سؤال مطروح لهنا، هل أنهم موجودين في السماء في الفضاء الخارجي أو على شكل طبقات في باطن الأرض؟ لهنا أغلبية النظريات تقول اللي الأراضين السبعة موجودين على كوكب الأرض أو بالأحرى في باطن الأرض، موجودين على شكل طبقات، طبقات تلو الأخرى، ونحن البشر نعيشوا في الطبقة السابعة والعالية وهي الأرض اللي نعرفوها نحن تو. لكن هل يعني أنه في جوف الأرض فما ستة أراضين أخرين؟ لكن في الستة الأراضين أخرين هل يعقل إنها ما هيش مسكونة؟ هل يعقل إنه ما فماش كائنات تسكن في الستة الأراضين هذوما؟ هل أنه فما فقط مياه وحجارة ونيران وكبريت؟ أو أنه فما مخلوقات أخرى؟ حاجة ذي ليومنا هذا ما عندناش لها الإجابة الكاملة أو الدليل القاطع، لأنه في كل مرة تصير فيها محاولة لإثبات الحقيقة تصير وراها كارثة. كارثة بمعنى أنه فينومين كبير يصير وإلا حادثة أليمة وكبيرة جدا. فيل شنايدر اللي هو جيولوجيست اللي يخدم على الأمريكان جوفرمنت، الاختصاص متاعه هو في حفر الأنفاق والمراكز الموجودين اللي تحت الأرض. كان هو مدير مشروع على مركز باش يكون موجود تحت الأرض، والبلاصة كانت نيو مكسيكو. بدأت الأشغال هنا وكل شيء كان ماشي على ما يرام، ما كان فما حتى مشكل. لكن فجأة وقت اللي وصلوا لعمق معين بما يقارب 3 كيلومترات تحت الأرض، غادي وين صارت الحادثة وحدث ما لم يكن في الحسبان. في الندوة الصحفية حكى فيل شنايدر على حاجات ياسر غريبة. قال إنه وقت اللي وصل لعمق 3 كيلومترات واجه مخلوقات رمادية اللون وكانت على بعد 7 أمتار كهو من البلاصة هو الموجود فيها. 7 أمتار هذم خلاوه يشوفوا بالتدقيق الأوصاف متاع المخلوقات الرمادية هذية. شبههم شوية بالإنسان، إنهم عندهم زوز يدين وزوز ساقين، إنهم لونهم جري وإلا رمادي، وإنه أعينهم كبار وسوداء، كانوا قصار في القامة. لكن هنا بحكم الفجعة والمنظر القبيح اللي راه، قام بمد المسدس متاعه وقتل 2 من هالمخلوقات الرمادية اللي راهم.
هذا اللي خليه يقول في الندوة الصحفية Yes, they are mortal and they do die. تصريح متاع فيل شنايدر كان فيه كلام ياسر خطير، وقال الكثير من المعلومات من المستحسن انها تكون سرية، لكنه يحب يقول للعالم ويصرح شنو راه وشنو شاف وشنو سمع. الحفرة الكبيرة اللي كانوا باش يعملوا فيها المركز، وخاصة بعد ما فقد زوز من أصحابه في المواجهة متاع المخلوقات الرمادية هذه. توا إلى حد الآن اللي يحب يوصلوا فيه شنايدر هو أنه فما مخلوقات تعيش في باطن الأرض. هل موجود منهم الكثير؟ هل أنه فما مدن كبار في جوف الأرض؟ وإلا شنية الحكاية؟ الغريب في الحكاية هو أنه بعد أشهر من اللي فيه شنايدر عطاه سبيتش متاعه القاوه ميت في داره شنقن، يعني على أساس أنت حر. هذه هي المعلومة اللي دولتها الصحف العالمية وقتها، لكن الحقيقة أعمق من هكا بكثير. في انترفيو عملوه للزوجة متاع فيل شنايدر تقول إني زوجها ما كانش انتحاري بنتبعه، ولا نهار خمم باش ينتحر ولا باش يعمل حاجة خايبة في روحه مهما صعبت عليه الدنيا. والأكثر غرابة من هذا الكل هو إنه فيل شنايدر قال لمرته إذا كان لقيتولي نهار مشنوق وإلا ميت راني مانيش أنا اللي انتحرت. وهذا بالطبع قال لمرته بعد الحادثة ولا بعد السبيتش العالمي اللي داولته الصحف العالمية. الإنسان هذا تلمو حس بالخطر وتلمو عرف روحه باش يتفضح، وتلمو عرف روحه انه باش يفضح الامريكان جوفرمنت، وصل قال حاجه كيف نهكا لمرته. لكن السؤال مطروح، هل انه اللي راه حقيقه؟ هو قال انه حتى حياته تحت التهديد بالقتل وحب يوصل للعالم رساله، جوست يحب يبارتاجي معانا حكايه ما فهمش منها. لكن لهنا فما العديد من الاحاديث الشريفه تقول اللي ما بين الارض والارض مسافه 500 عام باش نجم توصل للارض الاخرى. المتفق عليه هنا هو انه فما 7 اراضين، لكن وقع الخلاف بين الدكاتره ذوما على وين موجودين الاراضين، كيفاش شكلها، كيفاش كبرها، هل أنها تشبه الأرض اللي نحن نعرفها أو أن عندها مكونات أخرى. فما اللي يقول هما فوق بعضهم على شكل طبقات، وفما اللي يقول كواكب أخرى في السماء بعاد برشا على بعضهم. هذيك علاش يقولوا ما بين الأرض والأرض مسافة 500 عام. لكن فما فرضية جبدت لي انتباهي، اللي هي فرضية العوالم الموازية. الأراضي 7 نجم يكون المقصود منهم 7 عوالم موازية لبعضها. وعلى ذكر العالم الموازي، إذا كنت تحبوني نعمل فيديو على شخص اللي في إسبانيا اللي قام وقع روحه في العالم وحده، قولوا لي في الكومنتر. هنا فما برشا نظريات تقول اللي فما برشا عوالم موازية، وانه صار عليها برشا افلام ومسلسلات، ومفهومها بصفة عامة هو انه يبدا موجود منك انت كشخص 6 اشخاص اخرين. يعني على سبيل المثال موجود دراكو كيوتيوبر في العالم هذا، موجود كتبي في عالم اخر، موجود كهوملس في عالم اخر، موجود حتى بجنسية اخرى او بجنس اخر. ولهنا فما الكثير انه يمنوا بالنظرية هذه، والعالم بالطبع كل يوم قاعد يقرب للحقيقة، ولا خليني نقول من تفسير البارالل يونيفرس. لكن الإجابة الصحيحة على هذا مازلنا ما نعرفوهاش إلى يومنا هذا. تواحد ما يعرف وين موجودين الأراضين 7، وحتى واحد ما يعرف إذا كان فما عوالم موازية وإلا لا. هل أنه موجود بالرسمي مخلوقات تعيش في باطن الأرض؟ هل أنه فرضية نجم تكون صحيحة؟ إلا قصة من القصص؟ هل أنه هتلر كيبعث فيلق كامل من الجيش متاعه باش يشوف شنو فما في جوف الأرض؟ هل أنه يفدلك وما عنده ما يعمل؟ هل أنه فيل شنايدر بعد ما قتلوه كيرى المخلوقات الرمادية في باطن الأرض وحب يفضح الأمريكان جوفرمنت؟ هل أنه ورثت أنه يعطي حياته في سبيل الحقيقة؟ كما كنت أحكي لكم يا جماعة، الإجابة الصحيحة والدليل القاطع مازال مش موجود إلى يومنا هذا. يعني فرضية 7 الأراضي والعوالم الموازية مازال ما عندهاش دليل قاطع، لذا لا تنجم لا تكذبها لا تردها صحيحة 100%. لهنا وصلنا آخر الحلقة يا جماعة، حطوني في الكومنتير شنية رأيكم، هل تمنوا أنه فما 7 أراضي؟ هل تمنوا انه فما عوالم موازية دون العالم اللي نحن نعيشوا فيه؟ قولوا لي زادة في الكومنتير كنت تحبوني نعمل فيديو على الطفل الاسباني اللي قام وقا روحه في عالم وحيد. ما تنسوش فول سيبورت يا جماعة، تنسوش اكل لايك وكي سبسكرايب، and see you guys in the next video. باي باي.